قيس حبيب ليلى لما كان بيسمع نباح الكلاب بتاعة أسرها كان بيسمعها كأنها صوت الكروان أو صوت البلابل. هو ده الحب، بس مش الحب بتاعنا. يا ترى هو كان في أي مرحلة من مراحل الحب اللي هنتكلم فيها في حلقة النهاردة؟ للأسف في كتير ما يعرفش إن الحب ده مراحل ودرجات. في كتير ممكن يكون لسه في أول مرحلة اللي هي مرحلة الإعجاب أو الاستلطاف، ويخيل لي إن هو بيحب، وبناء على كده ممكن ياخد قرارات يرجع إن هو يندم عليها بعد كده. دورنا في حلقة النهاردة إن احنا نوضح لك حاجة زي كده. يلا بينا، أهلا بيكم. حلقة مختلفة النهاردة، أو حلقة من العيار الثقيل اللي تهم أي حد على فكرة. برحب بيكم كده سريعا، وبرضه بقول للجديد يا ريت يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في قناتنا محمد أبو زيد سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك يا ريت يشترك. عندنا لايف كل ليلة الساعة 9 على الانستجرام، وبعده بساعة على الفيسبوك، نجاوب كل أسئلتكم وحلقات مهمة أوي. يا ريت تشتركوا في الرابط دي وتنضموا لنا عشان تقدروا إن أنتوا تتابعونا. حلقة مهمة أوي. مشكلتنا إن إحنا بنربط ممكن بين حاجتين، أو بنخدع أو بنوه مشكلتنا إن إحنا بنربط بين حاجتين ممكن يعني ملهمش أي علاقة ببعض، ومن هنا ممكن تأتي المشاكل. لا، احنا لازم نعرف ما قبل او المراحل اللي قبل الحب وما بعده عشان نعرف احنا واللي مرتبطين بيه على انهي درجة من سلم الحب عامة يعني، ونبدأ ان احنا نتكلم ونقول ان اول مرحلة خلي بالك اسمها الاستلطاف، والاستلطاف ده يعني القبول، يعني زي ما احنا بنقول في راحة. شخص كده لما بشوفه في راحة. تاني مرحلة هي الإعجاب، أنا معجب بحاجة فيه، معجب بيه، معجب بشخصيته، بكلامه، بلبسه، ستايله، طريقته، معجب حتى بفلوسه. ولحد دلوقت انت او انت في المرحلتين دول ما ينفعش ان انت تروح تصارح وتقول انا بحب، لان في ناس بتستعجل وتفتكر ان هو ده الحب، فبعد كده تيجي المشاكل لانها استعجلت. المرحلة الثالثة اللي هي الشوق، وكده احنا دخلنا في الجد شوية بقى. الشوق بالبلدي بتاعنا كده يعني الوحش، يعني أصبح الشخص ده أو الشخصية دي بتوحشني. أقدر أقول إن أنا كده بدأت أخش في طريق الحب اللي أنا بتكلم عنه أو اللي أنا بقصده. إنما مرحلة الاستلطاف والإعجاب لو تيجي تخلي بالكم ما فيهاش شوق، ما فيهاش إن هو وحشني، عادي لو غاب عني ما بيبقاش شاغلني أوي. إزاي أنا ممكن أحكم ان انا كده حبيت؟ وخلي بالكم حتى مرحلة الشوق نفسها لسه انت ما وصلتش لمرحلة الحب، لان لو انت في مرحلة من المراحل دي والشخص ابتعد عنك فجأة او غاب عنك فجأة او حد تاني دخل اميش شوية، ممكن بكل بساطة تنسى الشخص ده. انما المرحلة اللي بعد كده اللي هي الرابعة دي بقى هنا المشكلة، لو انت وصلت ليها النسيان تقريبا ممكن يبقى عندك ضرب من ضروب الخيال، او على الاقل صعب جدا ان انت توصل له. انت كده او انت كده دخلت في مرحلة الحب، بس بعد امتى؟ بعد 3 مراحل، ودي المرحلة الرابعة. الحب نفسه يا جماعة بدرجات، بدليل لو انا جبت 10 بيحبوا بعض كلهم بيحبوا بعض مش هتلاقي نفس المقدار هو واحد، هتلاقي واحد بيحب اكتر شوية، واحد بيحب اقل شوية، هكذا. طب احنا عايزين نعرف الدرجات دي. اللي أعلى من الحب حاجة اسمها العشق، وأنا أوضحها لك أوضحها لك. لو حبيبك، خليني أكلم البنت مثلا، قال لك أنا بحبك، ولا لما يقول لك أنا بعشقك، يعني أني كلمة حساها أنت أقوى؟ أني كلمة ممكن تأثر فيك أكتر، لما يقول لك بحبك ولا لما يقول لك أنا بعشقك؟ إذا بالبديهي بالفطرة كمان تعرفي أو تعرف إن العشق مرحلة أصعب وأقوى وأعلى من الحب نفسه. بعد كده المرحلة اللي بعد كده المرحلة السادسة، مرحلة الهيام. مرحلة الهيام اللي هي التوهان، يهيم على وجهي، يعني تايه. كان في مقولة قريتها حلوة قوي ما نسيتهاش، يعني مفادها أو اللي بتقول لك ما الفرق بين عاشق الخمر وعاشق الحب؟ عاشق الخمر يصحو بعد نشوته، أما عاشق الحب فيبقى طوال العمر سكرانا. سكرانا دي بقى هي مرحلة الهيام، أصبح تايه من كتر ما هو بيحبه، من كتر ما هو دايف في تفاصيل حبيبه، وصل لمرحلة الهيام اللي هي ضروري
أعلى من كل المراحل اللي احنا قلناها. المرحلة اللي أعلى من كده، المرحلة السابعة، هي مرحلة الشغف. ربنا في القرآن لما جه يحكي في القرآن، ربنا لما اتكلم في قصة سيدنا يوسف عن زليخة، قال وقالوا قد شغفها حبا. لما يقول شغفها حبا، العلماء لقوا ان الشغف ده حاجة بتحيط بالقلب، اللي هي اعلى درجات ومناطق الاحساس في القلب، اي اعلى درجات الحب، اي اعلى من كل اللي احنا قلنا ده. الشغف انا مشغوف بالحاجة، يعني غيابها ممكن يساوي انتحاري او تدميري تماما، ودي مرحلة عالية جدا، قلة قليلة صراحة اللي ممكن توصل لها، اللي هو لو حبيبه غاب لا ياكل ولا يشرب ولا ينام ولا يعرف يفكر، يحس ان الدنيا كلها انتهت، وحتى لو بعد عنه سنين ما ينساهوش، وما ينفعش حد ابدا يحل مكانه. انت كده وصلت للمرحلة العالية دي، مرحلة الشغف اللي ربنا في القرآن. وعلى فكرة الحب مش عيب، الحب مش عيب ابدا، وكل قلب وكل انسان في الدنيا ممكن يحب عادي، ما فيهاش اي مشكلة. ولذلك احنا بنستدل من القرآن بموضوع حلقتنا عشان اجيب لك دليل قاطع ان المرحلة دي مرحلة سامية جدا في مرحلة العشاق عامة، او في مراحل الحب عامة. يعتبر مرحلة الشغف دي يعني قريبة أوي من مرحلة توأم الشعلة، بس توأم الشعلة أنا كنت عامل حلقة مخصوص عن الموضوع ده عشان ما اطولش عليكم، عبارة عن روحين في جسد واحدة. هسيب لكم الحلقة دي في وصف الفيديو وفي اول تعليق، اللي يحب ان هو يتفرج عليها وعلى تفاصيلها كاملة عشان ما نطولش عليكم، ولكن هي نادرة الحدوث جدا، ولكن لو وجدت بتكون اعلى تقريبا من كل المراحل دي، او على الاقل ممكن تكون في نفس الليفل بتاع الشغف. يعني من المواقف الجميلة، حد يعرف لماذا سمي مجنون ليلى اللي هو قيس بهذا الاسم؟ ليه أطلقوا عليه مجنون ليلى؟ مجنون ليلى كان لما عمه اللي هو أبوها حرمه منها، كان بيلف على البيوت يخبط يقول ليلى موجودة هنا. لما عمه تقريبا أخدها ونقل من القرية ونقل من المكان، كان يلف طول الليل يخبط على البيوت يسأل كل ما حد يرد عليه، ليلى ما شفتش ليلى؟ هنا ليلى موجودة ليلى. فالناس قالوا ده مجنون ليلى، أكيد ده ما كانش حب عادي، وأكيد دي قصة حقيقية معروفة. إحنا مش بنقول قصص أسطورية على فكرة. إذا أنا عايز أقول في النهاية إن المراحل دي كلها موجودة. يا ريت تدوسوا لايك لو شايفين إن الحلقة دي مهمة وممتعة ومفيدة، وتدوسوا لي ديسلايك لو شايفينها برضو العكس، وتكتبوا لي السبب لو عندي مشكلة أعالجها. أنتم أهلي ومرايتي، ويهمني قوي رأيكم فيا وفي حلقاتي، بحبكم جدا. ويلا بقى اللي عايز ان هو ينضم لنا على الانستجرام، انا مستنيكم هناك.